أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية، وخبر من صحيفة عكاظ جاء بعنوان قطر تقطعت بها السبل، أشارت فيها إلى المكابرة القطرية والحديث عن قوة الاقتصاد المحلي، حيث تعيش العمالة الأجنبية في الإمارة الصغيرة أوضاعا مربكة نظرا لتأخر رواتبهم الشهرية، ما انعكس بشكل جلي على المشروعات الإنشائية في الدوحة، خصوصا اضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء الملاعب والبنى التحتية لنهائيات كأس العالم 2022 الذي لم يتبقى عليه سوى 4 أعوام. في حين كتبت صحيفة الاقتصادية عنوانا الركود يضرب عقارات قطر ويرفع أسعار الغذاء، ذكرت فيه أن التداعيات قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد القطري، إذ ارتفعت حسب الصحيفة أسعار الغذاء وتأثرت سوق العقارات سلبا على وتنا على تسريح العمالة نظرا لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب، كما أضرت بثقة الشركات بالاقتصاد القطري. ومشاهدينا، لتناول ملفاتنا القطرية أرحب بضيفي في الاستوديو الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، حياك الله. أهلا وسهلا، يسعد أيامك. هلا بك. ومن الكويت الكاتب الصحفي الأستاذ فؤاد الهاشم، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا بك. أبدأ من عندك سعادة اللواء، يعني ما هي أبرز الآثار المترتبة على السلوك القطري في إدارة الأزمة والتي كشفت مدى هشاشة الاقتصاد القطري؟ مساء الخير عليك والسادة المشاهدين، وحي الأستاذ فؤاد من الكويت. يعني احنا لو ناخذ المنشط اللي بدأت فيه جريدة عكاظ وتحدثت على أنه تقطعت بها السبل، نخلي مدخلنا من هذا المجال. يعني لازال للأسف أنه التضليل للشعب القطري وكذلك التضليل للإقليم العربي والعالمي بأن البنية الاقتصادية لدولة قطر لا زالت قوية، وهذا التضليل للأسف فيه خطورة كبيرة ليس فقط على الشعب الشقيق القطري، ولكن أيضا نحن نتحدث على عولمة الآن. يعني هنالك عدد من الشركات التي تعمل في قطر وقد تعمل في المملكة وتعمل في دول مجلس التعاون أو الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب. هذا التضليل للأسف يعني انطلع على يعني ضعاف النفوس والتي لا تريد الخير لقطر. نعم. يعني هنالك من يطبل لقطر ويدعي بأنه الاقتصاد القطري، أي نعم تتكلم على 300,000 وفي هنا مليون عفوا وزيادة مقيم، ولكن تتكلم أنت على عدد شعب بسيط، وله دولة لها التزامات كبيرة، وزي ما ذكرتي في مقدمة حديث حضرتك أنه كأس العالم قادم وكل يوم في تأخير، هذا يعود على يعني التنظيم وعلى إقامة البطولة. في الشاهد في الكلام الإعلام القطري ومن يجاريه ومن هو في فلكه يريد أو يحاول أن ينقل الكرة إلى الطرف الآخر ويتحدث على أن هنالك أمارة دبي تواجه مشكلة. شوفي الهشاشة وشوفي الضعف، كما أنه يعني يذكروني بالأطفال عندما أحد يحاول أن يوضح لهم خطأهم ويرجع ويقول أنت فعلت كذا وكذا، ليس على وعي وعلى علم وعلى دراية، لأنه الاقتصاد في قطر أي نعم العدد 300,000 وبالإمكان يعني يعيشون بي 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 يعني جزء يسير للحياة اليومية حتى لبعض المشاريع، ولكن تتحدثين على أن هنالك دولة ارتبطت مع شركات عالمية ودولة لا تريد أن تعترف بأنه يعني مقاطعة المملكة العربية السعودية فقط بالإضافة إلى الإمارات ومصر والبحرين الشقيقة لن يؤثر على الاقتصاد، وهذا هو التضليل. هذا ما أتوقع أنه للأسف انطلع على بعض النفوس الضعيفة في قطر واعتقدوا بأنه الاقتصاد القطري سوف يقاوم. لا نريد
التجويع للشعب القطري، لا نريد إلا كل الخير للشعب القطري، أخواننا وأشقائنا وأبناء عمومتنا ويربطنا بهم يعني روابط أسرية عميقة. لكن ما يؤسفني أنا كأحد أبناء مجلس التعاون عندما أرى التضليل، وللأسف التضليل ذا سيدة بدور ليس من 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 أبناء قطر، إنما التضليل من هذا الإعلام الذي فعلا يحفر يوما بعد يوم لإسقاط النظام القطري وإسقاط القيادة القطرية في خضم هذه التحديات، حتى لا تخرج قطر وتتعلق بقشة ليتم إنقاذها من قبل هذا الإعلام الذي يروج لغير الحقيقة، والذي يروج إلى أمور فعلا نخشى على الشعب القطري من 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 تبعات هذه. دعني أنتقل إلى الأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، ما الذي يمكن للدوحة القيام به إثر الأزمات الاقتصادية التي تطال كافة أنشطتها القطاعية؟ أبدا، الحل بسيط جدا جدا، يعني أبسط مما ممكن يتصوره إنسان عاقل، أن يتوجه وزير الخارجية أو رئيس وزراء القطري إلى الرياض وينهي الأزمة. يعني دائما كنا نقول لهم أن الحل في الرياض وليس في أقصى بقاع الأرض والقطب الشمالي يبحثون عن البلد. تتعرض زي ما قالت اللي هو هذا صحيفة عكاظ، أن هذا العناد والمكابرة إلى أين سيؤدي بهم. الحل بكل بساطة أن يقولوا نعم نحن تأمرنا ونحن دفعنا، لكنهم يعني استمرأوا الكذب، يعني يتنفسون كذب ويأكلون كذب ويشربون كذب ويكذبون على شعبهم ليل نهار. يعني أنا بالتالي أطالب الرياض وطالب الإمارات وطالب البحرين أنه كل ما لديكم من أشرطة وتسجيلات على هؤلاء المتآمرين أن تبرزوها للناس، للشارع، للشعب السعودي، للشعب الإماراتي، للشعب الكويتي. يعني نحن لسنا بحاجة، ولا أنتم بحاجة، ولا الإمارات بحاجة لاستصدار قانون مثلا يمنع التعاطف مع الدوحة أو مع قطر. التعاطف يحدث لأن الناس لا تعلم، إنما إذا كشفنا كل مؤامراتهم القذرة ضد السعودية وضد الإمارات وضد الكويت، الشارع نفسه سوف يعني يتعاطف أكثر مع بلده ومع وطنه ضد هذا النظام القذر. وبالتالي هم في الدوحة لن يتراجعوا، وأنا قلت هذه منذ سنوات طويلة، منذ أول ما تم سحب السفراء في 2014 وما قبل ذلك، لن يتراجعوا. لديهم مشروع مؤامرة تدمير المنطقة حتى يصبحوا هم ما شاء الله كأنهم إسرائيل، هم إسرائيل الخليج فعلا، يريدون أن يصبحوا إسرائيل سياسيا. هم لا يستطيعون أن يصبحوا إسرائيل عسكريا لأن بلد محدود، وبالتالي جاءوا بكل شذاذ الآفاق وبكل الدول الراعية لهذه التنظيمات الإرهابية، إيران وتركيا، لكي يسندوهم. الآن على الدوحة أن تعي تماما أن الحل بالرياض وأن المكابرة تعني إعدام الشعب القطري. نعم، أعود لك سعادة اللواء، ما أثر هذه الأزمة وانعكاساتها على سياسات واقتصاديات الإقليمية؟ في الحقيقة لا يوجد هناك تأثير كبير. يعني تتكلمين يمكن اقتصاد المنطقة الشرقية بالحالة في المملكة العربية السعودية قد اقتصاد قطر. نعم. جيتي للواقع ما بين تبادل تجاري وموانئ مفتوحة وإلى آخره، فلن يؤثر هذا كثيرا على الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب بقدر ما سوف يؤثر على الشعب القطري الغلبان على أمره. يعني حضرتك تكلمتي على أنه هناك ناس موظفين في قطر لم يتم دفع رواتبهم. صحيح أن واجهنا نحن هذه المشكلة، ولكن هنالك مشكلة إدارية ولم تكن مشكلة اقتصادية، فقط إدارية، والمشاكل في عالم الاقتصاد تسير. تكلمتي على أنه هنالك هروب كبير من أصحاب رؤوس الأموال في قطر، هذا الحمد لله لم يحدث عندنا، بالعكس. يعني نحن نرى يوما بعد يوم هنالك مشاريع، وآخرها المشروع اللي أطلقه سمو ولي العهد على البحر الأحمر، المدينة الترفيهية، هذه المدينة العالمية. نعم. والتي إن شاء الله يبدأ وضع حجر الأساس لها تقريبا في عام 2019، هذا مؤشر واضح. أيضا كذلك دول الإمارات وأيضا البحرين، حتى جمهورية مصر العربية التي يعني توجد لديها مشاكل اقتصادية، ولكن بعد أو أثناء هذه الأزمة لا يؤثر كثيرا. التأثير فقط على مين؟ التأثير فقط على أنه
يعني خسرنا جزء غالي علينا كقطر وكشعب قطر وكقطر أمة. هذا ما يعني أستطيع أقول أن يؤثر على يعني نفسياتنا نحن. ليش؟ لأني أنا ما كان ودي أن القيادة القطرية تصعد هذه الأزمة وتذهب إلى تدويلها وتعتقد بأن الحل خارج الرياض وتعتقد بأن اقتصادها وارتمائها في الحضن الإيراني وفتح موانئ عن طريق أي الموانئ القطرية ووصول الطائرات التركية سوف يحل الأزمة. لا، ليس صحيحا. يعني هذه مجرد فترة قصيرة، وإذا تتحدثين على اقتصاد هذه أمة موجودة تتحدث على فترة طويلة. فالتأثير ليس على الدول الأربع، واضح كذلك. يعني حتى أنه الشيء المهم أنه اللي يؤيد الكلام اللي أنا أقوله لحضرتك أنه لازالت الشركات والعقود مع الدول الأخرى سواء الدول الغربية، الصين، الهند، مستمرة في المملكة العربية السعودية. لم نسمع بأن هنالك هروب عمالة أو خروج عمالة من دولة ما، لم نسمع أن هنالك تم سحب أموال، لم نسمع حتى من المواطنين السعوديين أصحاب الرؤوس الأموال هروب خارج المملكة العربية السعودية، كذلك في الإمارات الشقيقة والبحرين ومصر. فالأثر يعود حقيقة على الشعب القطري وعلى دولة قطر بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى في هذه المشكلة التي للأسف حصلت. دعني أنتقل للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، برأيك هل يمكن القول بأن الدول الأربع تركز على تدابير تستند إلى المدى القصير والمتوسط بما يعمق عزلة قطر ويدفع بها أكثر في نهاية المطاف إلى التعاطي بإيجابية مع القضية؟ لا أبدا، الدوحة لن تتعاطى بإيجابية ولن هذا تبدي أي نوع من أنواع التجاوب، بل بالعكس نحن نطالب الدول الأربع بتشديد أكثر، لأنه المسألة ليست بهذه السهولة. هم يريدون حتى استجلاب كل الميليشيات التي كانوا يدعمونها طيلة 20 عاما إلى الدوحة، جبهة نصر، فتح الإسلام، كتائب الأقصى وإلى آخره، والذين يقاتلون في سيناء. المطلوب هو زيادة الضغوط واستمرارها بشكل حتى ولو كان بشكل بطيء، لكن يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي الخليجي وليس بأي شيء آخر يمكن التهوين عليه. الرئيس سادات رحمة الله عليه في عام 77 وقف في مجلس الشعب وقال أنا مستعد للذهاب إلى آخر العالم من أجل السلام لمصر ومن أجل شعبي ومن أجل بلدي، وذهب إلى إسرائيل وأنهى حالة الحرب ووفر دماء الجيش المصري في حروب يعني هذا كانت طويلة ومستنزفة للطاقة المصرية. ألا يستطيع أمير قطر أن يطير 20 دقيقة إلى الرياض وينهي بها كل هذه المشاكل من أجل على الأقل من أجل عرشه هو ومن أجل عرش أسرته ومن أجل استمرار حكم آل ثاني؟ ألا يستحق ذلك أن يذهب إلى دولة شقيقة إلى الرياض وليست إلى إسرائيل كما فعل السادات؟ إذن نحن لا نرجو خيرا من هذا النظام. طالما بقي هذين الاثنين الحمدين، حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، لن يكون هناك نهاية لهذه الأزمة. نعم. وإلى ثاني ملفاتنا الصحفية مشاهدينا، وخبر من صحيفة الجزيرة حمل عنوان قطر عين وأذن طهران داخل مجلس التعاون تتحدث عن الثقة. ذكرت فيها بأن الدوحة واصلت التضليل ولي الحقائق حين اعتبر وزير خارجية قطر أن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب وقتا طويلا بسبب الأزمة الدبلوماسية في المنطقة. وقال آل ثاني في تصريحات في الدوحة أمس الثلاثاء إن قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، ونحن لازلنا نعتبر أن هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا في هذه المنطقة. وفي مشهد لافت تناسى فيه عدة تجاوزات لبلاده، منها تشكيل الدوحة العين والأذن لطهران داخل المجلس. رأى آل ثاني أن مجلس التعاون قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على ثقة، زاعما أن هذا العامل تم فقدانه مؤخرا بسبب الأزمة. سعادة اللواء، كيف وجدت تصريحات وزير خارجية قطر المتناقضة حول إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
هو أنا أشوفها من شقين. نعم. الشق الأول يؤكد ازدواجية السياسة القطرية، بمعنى هنا تعامل بوجه ومن الباب الآخر بتعامل بسياسة مختلفة، وهذا ما يؤكده والتي يعني حاول الدول الأربع إيصال هذه الرسالة إلى القيادة القطرية بأنه توقفوا عن موضوع الازدواجية في التعامل. تعمل معنا في اليمن ومن خلفنا تدعم الانقلابيين، تعمل مع الدول مكافحة الإرهاب وأنت من يدعم أي إن كان سواء في الكويت سواء في البحرين بالذات حتى في العوامية لدعم الجماعات الإرهابية. كيف يدعمون الجماعات الإرهابية؟ أنا لو أني أقول لك المقام يسمح لا أتكلم بمعلومات تكون حصريا لقناة الإخبارية، بدعمهم لجماعات في العوامية عن طريق زي ما تفضل التقرير وتكلم على أنهم عين وأذن لإيران. هذا من جزء. الجزء الآخر يتباكون على والله نحن من الدول المؤسسة لمجلس التعاون، فقدنا الثقة في دول مجلس التعاون. هذا ما صنعته أيديهم، وليست هكذا تورد الإبل يا ابن ثاني. يعني كان يجب عليه أن يكون واعيا وأن يتفهم، لأنه هذه مشكلة خطيرة. يعني نتكلم على مجلس التعاون الخليجي العربي بأنه الدول الوحيدة في هذه المنطقة، وحتى بعد يعني الاتحاد الأوروبي والتي استمرت لهذه الفترة وبنت العديد من الأشياء لأبنائها ومقيميها. لذلك هذه الازدواجية التي تعمل بها قطر هي ما انكشفت بعد مرور تقريبا 73 يوم من ظهور الأزمة. يتباكون على أن هذا مجلس تعاون، نحن عضو مؤسس ولا نريد إلا الخير لمجلس تعاون، من جهة أخرى عين وأذن لإيران. هذه الازدواجية هي ما كان يجب يعني أن تتوضح لقطر وقيادتها من 20 سنة. كان يجب أن تتوضح عندما تحدث أحد الحمدين في المؤتمر يعني السماح للدول لتحرير دولة الكويت، وتحدث على أنه لا يجب أن نتحدث بهذا الموضوع إلا أن تحل أزمة البحرين وقطر، وكان هذا مؤشر واضح. نعم. وفهموه قادة مجلس التعاون، وحتى الملك فهد الله يرحمه يعني وبخ حمد بن خليفة كيف تتعامل مع والدك بهذا الأمر. لذلك هذه الإزدواجية التي يعمل بها القطريين أو القادة القطريين. نعم. وخاصة الحمدين هم هي ما قادت إلى هذا الوضع. فلذلك الإزدواجية هي من سبل أو هي من الأسس. نعم. الأساسية في التعامل مع دول مجلس التعاون قطر. التضليل كذلك، وأيضا الكذب. يعني لما نجي نتكلم على موضوع الاقتصاد ويتحدثون على أن هنالك أمور لإمارة دبي وكذلك تأثر الاقتصاد السعودي وإلى آخره، هو كذب. لذا هذه من السياسات. نعم. اللي للأسف اتضحت من خلال الأزمة، بأن قطر أو القيادة القطرية تريد لهذه المنطقة. نعم. التفكك، وتريد لهذا المجلس التفكك، وتريد أن تدخل هذه المنطقة في دوامة الصراعات. نعم. وإعادة إحياء اللي هو ما يقال الربيع العربي أو أنا أسميه الخريف العربي. نعم. أستاذ فؤاد، برأيك من خلال هذه التصريحات، هل يمكن القول بأن دوحة تلوح لطهران وأنقرة بورقة تفكيك مجلس التعاون؟ أكيد. يعني صحيفة الجزيرة قالت أنها أذن وعين إيران داخل مجلس التعاون. أنا أقول أذن وعين ويد إيران في داخل مجلس التعاون، بدليل دعمها للحوثيين في الحد الجنوبي ووقوفهم. يعني أنا أول ما شفت يعني عندما بدأت الحرب وشفت الجيش القطري متجه، يعني كان رأيي وقته وكتبته أنه هؤلاء يعني الجيش السعودي الآن سيحارب على جفتين، يجب أن يحارب الحوثيين وصالح ويحارب الجيش القطري، لأنه أمام طابور خامس أدخل. وشفنا كلنا أرقام الضحايا التي ذابت نتيجة تواجد هؤلاء العملاء داخل التحالف. هم الآن يعني إيران تعتبرهم هم العين السحرية لها في داخل دول مجلس التعاون. وأنا يعني أناشد وأطالب بأنه يعني يمنع كل ما يخرج من مركز أبو سمرة، يعني لا يخرج أحد أبداً باتجاه الجزيرة العربية. وهؤلاء كلهم الآن أصبحوا في أراغوزات في أيدي الاستخبارات الإيرانية
والحرس الثوري هم الآن لا يملكون سوى دشاديش معقولهم. نعم. إنما قرارهم السياسي وقرار بلدهم أصبح بيد الأتراك والإيرانيين، فإذا كنا نستطيع أن نتفاهم مع الأتراك إلى حد ما فكيف يمكن التفاهم لنا مع 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 هؤلاء المجانين أهل العمائم في طهران؟ الآن الدوحة صارت يعني زي ما تقولين وكر للأفاعي، لن يخرج منه شيء طيب على الإطلاق، أفاعي وعقارب، وعلينا أن نشدد المقاطعة أكثر وأكثر. نعم، إلى آخر ملفاتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم من صحيفة الرياضة التي عنونت أدرع الشر القطرية تعيث فسادا في القرن الأفريقي. تناولت فيه الدور القطري في منطقة القرن الأفريقي، حيث ذكرت أن الدوحة كانت تحت راية العمل الخيري الإنساني تمول أكثر الجماعات الإرهابية تطرفا في أفريقيا وفقا لتقارير عديدة لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة، يأتي على رأسها حركة الشباب الصومالية المتطرفة والتي تلقت تمويلا من رجل الأعمال القطري المطلوب دوليا عبد الرحمن النعيمي بمبلغ 250 ألف دولار حسب الصحيفة. نعم سعادة اللواء، هل تتفق مع من يقول بأن المجتمع الدولي تقاعس لردع قطر؟ والله المجتمع الدولي تقاعس لمحاربة الإرهاب بجدية يعني. نعم. للأمانة يعني أنا أتوقع أنه هنالك منعطف كان إيجابي عقب المؤتمر اللي عقد في الرياض، المؤتمر القمة الإسلامية مع الرئيس الأمريكي. نعم. أنا أعتقد أنه بعد هذاك المؤتمر أصبحت هنالك جدية لمواجهة هذه الآفة. قد يقول سائل أو يسأل سائل عما حصل من ماضي، لكن أنا لي قراءات كثيرة، ما شاهدناه في العراق وما نشهده حاليا الآن من تمدد لميليشيات الحشد الشعبي. نعم. وإغفال المجتمع الدولي عنها كذلك. نعم باختصار شديد سعادة اللواء، وكذلك ما رأيناه من معلومات لديهم وأصبحت يعني واضحة للملأ عن هذا الدعم اللامحدود من قبل بعض رجال الأعمال واللعب في قارة مهمة، قارة يعني أمنها القومي يهمنا نحن في المنطقة. نعم. ليبيا يهمنا أمنها كما مصر كذلك يعني. أكيد. وأيضا في مالي وبعض المناطق التي قد تكون الأعين والإعلام بعيدة عنها. لا، يجب أنه يعني العالم يعيد ترتيب الأولويات. نعم. هذه الدول التي لا تحسن استخدام المال وتدعم. نعم. لأغراض يعني ما نعلم ما هي ولكن اتضحت لنا، يجب أن يعني تحاسب مرة أخرى ويتفق العالم لتحديد المفهوم كما حدده. نعم. والأولويات، من هي الدول الداعمة للإعراض؟ جميل، دعني أنتقل سريعا إلى الأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، هل يمكن الربط بين هزيمة القوى المتطرفة في العراق وليبيا والعوامية وبين تجفيف منابع الاقتصاد القطري منذ إعلان المقاطعة وهي الممول الأكبر طبعا لتلك الجماعات؟ بشكل مختصر أستاذ فؤاد في دقيقة. مؤكد تماما، يعني لاحظنا تقريبا شبه هدوء في هذه الجبهات وشبه انحسار. المال القطري المقاطعة يعني أنقذت أرواح، أنتم لا تتصورون بقراركم الرباعي هذا كم عدد الأرواح وكم الدماء التي وفرتموها. الآن قطر الآن انشغلت، الأشرار انشغلوا بأنفسهم ونريد أن نشغلهم أكثر فأكثر حتى يعم السلام في كل المناطق هذه، وبالتالي هم الآن لا زالوا يسحبون من البنك المركزي هذه الأوراق النقدية الملوثة بدماء العرب والمسلمين ويرسلونها نقدا إلى المناطق، لكن نحن أشغلناهم بأنفسهم ونتمنى أن تشغلوهم أكثر فأكثر حتى نرتاح من هذا السم القطري الزعر. نعم مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. شكرا، أول شيء طبعا أشكر ضيفي في الاستوديو الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، ومن الكويت الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية الحلقة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.